مشاركة على مجلس أعلى السلطة القضائية بطبيعة الحال في مشروع كبير، مشروع وطني، مشروع عنده خصوصيته وعنده أبعاده المتعددة، اللي هو مشروع مصالحة في نسخته 12 في جميع المحطات. كان مجلس أعلى السلطة القضائية بطبيعة الحال مشارك لأنه شريك أساسي في يعني هذه المقاربه ديال المصالحه، يعني المصالحه في ابعادها المتعدده، وهي مصالحه عندها ابعاد قانونيه، قضائيه، حقوقيه، اقتصاديه، اجتماعيه. وبالتالي كانت مشاركه المجلس على السلطه القضائيه ضروريه واساسيه، والاكيد انه يعني كما سمعتوا الى كلمه السيد المندوب العام والى باقي الشركاء، يعني الحضور في المجلس على السلطه القضائيه اساسي وضروري في مشروع كهذا يرمي الى بناء دوله الحق والقانون وبناء يعني مجتمع فيه الكثير من الأهداف الكبرى لمجتمع حقوقي ومجتمع يحترم كل مكوناته. طبعا كنساهموا في هذا البرنامج من خلال الحديث على يعني الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، من خلال الحديث عن تفاعل بلادنا مع الآليات الدولية في هذا المجال، وبالخصوص الحديث عن الجوانب المرتبطة بالوفاء بالالتزامات، سواء فيما يتعلق بتقديم التقارير أو ما يخص التفاعل مع نظام البلاغات الفردية، وأيضا كل الجوانب الأخرى التي تهم هذا المجال في شقه الدولي. وهنا نستحضر كل ما يرتبط بمجلس حقوق الإنسان من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك الجوانب الخاصة بتقديم التقارير الدورية إلى هيئات المعاهدات، وأيضا كل الجوانب الأخرى المتصلة باستقبال زيارات الإجراءات الخاصة التي يعني بين الفينة والأخرى يعني ترغب في زيارة بلادنا، حيث تحرص المندوبية الوزارية على تنسيق كل هذه الأعمال المرتبطة بالوفاء بهذه الالتزامات. اليوم سنحضروا الاختتام ديال برنامج المصالحة اللي كانت تقوم به المندوبية العامة في إطار نزلاء المؤسسة السجنية المتابعين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. هذا البرنامج الذي في الحقيقة يعد من البرامج المتقدمة على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي، والتي أعطت إشارة قوية على أنه فعلا استطعنا أن ننزل جميعا كمجتمع مدني بشراكة كذلك مع المندوبية العامة وبالبرامج والأطور ديال المندوبية العامة، استطعنا جميعا أن ننجز الفقرات التي تهم هذا البرنامج. وبالتالي هذا البرنامج كان الهدف ديالو هي إعادة إدماج هاد السجناء، إعادة إدماجهم في المحيط الاجتماعي، وبالتالي كان أهم مقومات ديالو هو فتح نقاش حقوقي، فتح نقاش قانوني، فتح نقاش فكري حول المجتمع المغربي، حول الأسس التي تقوم عليها الدولة المغربية. وبالتالي كنا نأمل في الحقيقة أن نؤهل عدد كبير. اليوم في الحقيقة تنعيش هذا الحدث بشركاء مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الأطر التربوية ديال المندوبية العامة، وكذلك مجموعة من الجهات الرسمية. في الحقيقة هناك إشارات قوية وهناك معطى الذي يمكن أن نعتمده مستقبلا على أن هذا النوع من البرامج فعلا تساعد على إدماج كل السجناء، وتساعد كذلك على إدماج هذا النوع من النزلاء داخل المؤسسة السجنية. احنا شريك ديال المندوبية ديال السجون منذ 2017 حتى 2023، كنشتغل معهم على العديد من البرامج، منها برنامج ديال التعلم عن بعد اللي احنا كنا المبادرة وبتعاون والشكر الجزيل للمندوبية اننا درنا واحد الاستوديو ديال التعلم عن بعد هنا في هذا السجن هذا ديال سلا. وكذلك على واحد المبادرة اللي هي مبادرة انوفونت، يعني مبادرة متجددة اللي هي تعليم السجناء الاجانب داخل السجون المغربيه اللغه الدارجه، لاننا كنعتبروا ان اللغه هي الوسيله الاولى من اجل الادماج الاجتماعي. انا اولا قبل كل شيء كنشكر المندوبيه على المجهودات اللي كتقوم بها في التعليم اللي هو المجال اللي كيخصنا اللي هو التعليم والتعلم مدى الحياه. وهذا البرنامج ديال المصالحه خاصه كيظهر على المدى ديال الرؤيه السديده اللي كتقوم بها المندوبيه من اجل ادماج جميع الفئات بما فيهم السجناء الأجانب بما فيهم الأميين إلى آخره، وهذه الفئة الخاصة اللي هي برنامج مصالحة اللي كتهم الفئة ديال التطرف والإرهاب، هذه مبادرة جيدة من أجل إدماج ديال هذه الفئة اللي وتعليمها المبادئ الأساسية من أجل الإدماج الاجتماعي.